السلام، نتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي ندير معكم واحد لاكلاص ديال المناسبات. هذا هو الوقت ديالو على شي عراده ولا المهم لاكلاص المناسبات اللي ما كيدوبش دغيا، يعني كتجبديه بواحد الساعه ولا اكثر ما يدوبش، ولكن تيجي رطب، يعني ماشي حيت ما كيدوبش، هي قاصح ما كيدوبش دغيا، يعني ما كيسيحش، ولكن تيعطيك الطوع باش ديكوري على خاطرك. و الا ما عندكش في البلاصه في الثلاجه، راك عارفين يعني ملي كتكون العراده الواحد كيكون عام ما عنده الثلاجه ولا شي حاجه، تجبديه من الكونجيلاتور يبقى لك حتى واحد الساعه ولا ساعه ونص ما يدوبش. طلبتني عليه واحد السيده بغات لاكلاص ديال المناسبات، هو ساهل مال يعني، غير اللي سمع لاكلاص المناسبات غادي يقول شي حاجه صعيبه. على اين عندي هنايا ليكيد، عندي هنايا 300 سنتيلتر ديال الحليب متلج، نشوف واش بدا فيه دابا ولا باقي متلج. راه درتو في الثلاجه من قبل في الكونجيلاتور من قبل. لا مزيان مزيان، يعني خصو يكون هكا باش دغيا ديك لا كريم طلع. هو في الحقيقه هاد لاكلاص كيجي زوين بديك لا كريم شورتي اللي سميتها هولالا، هذيك هي اللي كيجي بها الدبلاص زوين، مي ما لقيتش، عوضته غير بلا شونتي ديال هكا اون بودغ. عندي علبه وحده ديال الشونتي، 300 سنتيلتر ديال الحليب، وواحد الفلون لافاني، وجوج خنيشات ديال لافاني، ها هما. وهاد الديسير هذا، ولكن هادو عندي ثلاثة ديال المكونات غنخليهم حتى الاخر، وفي أربعة حتى الاخر. على عين دابا باش ما نصدعكمش بالطراب، غادي نطلع هاد الشونتيي هادي، حتى الرجلين ديال الباتور راني درتهم في الكونجيلاتور. الو غادي نطلع هاد الشونتيي هادي حتى تطلع مزيان، ونعاود نرجع باش نكملو شي هكا. المهم انا بغيت لا كونتيتي كثيره، راه كملت السيترو ديال الحليب، يعني ديك 300 سنتيلتر اللي هضرت عليها كملت السيترو ديال الحليب هنا، حيت محتاجه بلا كونتيتي كثيره. هي ما ديش على داك الشيء اللي كيكونوا كاتبين على الكيس، على داك على ديك الباكيه ديال الشونتي، ما ديش على كملين السيترو ديال الحليب. زدت هاد الفلان، غادي نزيد هاد الديسير هذا هو اللي كيجي مزيان فيها، يعني هذا فيه لوكود الكراميل شويه زايد. فوالا حتى هو كان في المجمد بارد مزيان، يعني الا بردتي هادشي كامل دغيا كيطلع لك، دغيا كتطلع لا شونتيي. غادي نزيد واحد معلقه ديال نيسلي، هذا صايبته في الدار، ان شاء الله دابا ندير الفيديو معكم، فيديو ديال نيسلي راه ساهل. غادي نزيد غير معلقه واحده، اصلا هادشي كله راه حلو. غادي نطرب هادشي عاد باش نزيدو واحد الحاجه اللي هي كتخلي لاكلاص متلج، ايه ولكن ما كيدوبش دغيا. المهم باش ما نبرزتكمش بالتراب غنحبس ونعاود نرجع. ودابا غادي نزيدو كاس العنبه ديال النيدو، راه عبرت بالكاس وحطيت هنايا، انا عبرو شحال معلقه. هذا هو اللي اللي كيخلي لاكلاص ما يذوبلكش دغيا ملي تتكون شي مناسبه هكايا. جوج ثلاثه أربعة المعالق ديال النيدو وشويه فوالا. هذا كيخلي هاد النيدو هذا كيخلي لاكلاص متماسك، ولكن ما كيسيحش، ما يعني واخا تخليه برا شويه، واخا تخليه حتى ساعتين ما يصرى ليه والو. والله
المهم باش ما نصدعكمش نحبس ونعاود نرجع. وراه يعني حتى كتماسك على هذا الشكل هذا، كتماسك ني هاد لاكلاص ما غنحتاجو لا اطار لا والو، يعني غادي نديرها في البواطه ديال 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 الميكا. اي بواطه بغيتي ديريها فيها راه مغسوله ناضيه، مغسوله ناضيه البواطه. ممكن مثلا الا بغيتي ديها شي حد حتى توصليها عاد ومونطيها وقاديها، يعني الطاسه كتبقى سهله. هاد البواطه هادي ديال البلاستيك كتسديها وتحطها في الكونجيلاتور، وحتى المهم كتختاري الحجم اللي بغيتي، واش كاري ولا دائره ولا المهم الحجم اللي بغيتي هو اللي كديري فيه. تيجي ساهل ماهل وكتجي يعني متناول الجميع كيف كنقولوا، ما كاينش اللي ما عندهاش البواطه في الدار. حيت هنايا في الوسط غادي ندير واحد البسكوي بحال الكحل هذا، اختار اي بسكوي بغيتي ديريه. انا اختاريت هذا، ممكن ديري فيه حتى شي طرفه ديال الكيك الا بقى لك ولا دايره ديجا عندك، ما تقلبي على بسكوي لا والو، يعني قطعي داك الكيك وعمري به هنا الوسط ديال لاكلاص ديالك تيجي مزيان. ما عندنا علاش نصعبوا الحاجه، قدي داكشي اللي عندك، ماشي ولا بغيت تصعبي الحاجه باش تاكلوا شي حاجه مزيانه، لا قدي داكشي اللي عندك. بحال اللي كنقول ديما سدعتكم بهاد الكلمه سمحوا لي، ديما كنقولها ما كاينش شي فيديو ديالي ما هضرتش هاد الهضره هادي، عاد دابا رجعت راسي فوالا. غنديرو بطريقه عشوائيه كيف ما حطيتي، واش كيبان ولا ما كيبانش؟ حتى هاد الكلمه ديما كنقولها. خدمه بجوج اليدين هي اللي ديري باي بسكوي عندك ولا لي فخوي سيك ولا اي حاجه، اي حاجه تشهيتي تلقيها في ولا اللوز طيب بحال بخاليني في الكراميل ومهرمش وديريه هنايا، ولا اي حاجه جات على بالك وتشهيتيها ديرها في لاكلاص ديالك. هنا دابا غادي ندير الطبقه الاخرى، خصو يبان من الجناب، بغيتو يبان من الجناب فوالا. خير الكلام ما قل ودل.
كاين هاد المقادير راه تيعطيوك كلاص نيت بعقلو كلاص على حق وطريقو. ولا بغيتيه يجي طالع هكايا هاد لا كونتيتي هادي ديرها شي بواطه صغيره باش تجيك طالعه. انا بغيتها تجي مويني يعني ما تجيش عاليه حيت مازال غنمونطيها باش تخربق على ما خصهاش تجي طالعه سبع سماوات. خصنا ما نخلي والو في البول راكم عارفيني. صافي غنخليها على الاقل واحد 4 ولا 5 السوايع، ولكن انا ما غاديش نكتفي ب 4 ولا 5 السوايع، انا محتاجاها الغدا يعني حتى الغدا في الصباح عاد غنجبدها وغن هانتوما معايا. المهم نمونطيها نمونطيها قدامكم بحال ديما، غير زعما غير شي زواق على قد الحال وصافي، يعني داكشي بسيط بداكشي اللي عندك. كنقلبش انا على الغابرات فوالا، نكتفي بهكا و فوالا غادي نخبطه باش ما يبقاش هاد الفراغات التحت. ما يبقاوش في هذوك الفراغات خاصها تجي ليس. على اين غنكتفي بهكا، غادي نخشيها في الكونجيلاتور حتى الغدا ان شاء الله. هذا ما كان فوالا، من بعد ما جبدتها من الفريغو تقريبا هذه شي ساعه باش حطيتها على برا، غنحاول نقلعوها. ما بنيت راه رخات راسها، يعني راه رخات البواطه وي رخات كتجي على هاد الشكل هدا. انا راه ما لقيتش مع الصعوبه نهائيا، غير حاولي ما امكن ما تبقيش وانت كتخدميها تخدميها بيدك، يعني ما امكن ما تقيسيهاش حيت اليد ديما كتكون سخونه. راه باش غنزوق داكشي عادي، يعني داكشي اللي موجود كتبان على هذا الشكل هذا. هي راه من بعد ساعه بدات كترخي شويه. انا كيعجبني لي فخوين ندخلهم كاع في يعني كاع في الوصفات ديالي، الحمد لله الخير موجود. راه غادي ندورها بهاد سيكواسا، ندورها بشوي ديال الخوف على هذا الشكل. والصراحة ملي كيكون داك التبصيل اللي كيكون مهزوز شويه هو ملي كيكون التبصيل بحال هكا اللي كيكون كاري كتجي فيه مبهجه وزوينه، ولكن انا درت غير في هذا التبصيل هذا. غادي نزوق على طريقتي، يعني ممكن انت تزوقي بالشكل اللي بغيتي واللي قالت لك خاطرك. فوالا ابري عندي شويه ديال الكراميل هنا، عندي شويه ديال الكراميل هنا نقطع غير شويه يعني راسها هذا باش ما
ما تسيحيش بزاف. وغادي ندير خطوط عشوائيه هكا، ما بغيتش نزوق هاد الكراميل اللي طاح لي في الطبسل، يعني كنحاول غير بشويه. اصلا انا قطعت ولا تيجي على هاد الشكل هذا. انا كيعجبني نزوق داكشي اللي هو بسيط، يعني حتى لا بوشادوي هذا ما كنقلبش عليها، كنقدي بميكا ولا باللي كان. الكورني ديال الكاغيط ما كنعرفش نخدم به. وكتعطيك الطوع تخدمي غير بشويه، يعني ما كتسيحش دغيا، ولكن في نفس الوقت عاوتاني ما تعطاش كثر، حيت دابا الحال سخون. يعني ما عندي شويه ديال اللوز هنايا درتو في الكراميل، طيبته في الكراميل، درت واحد 6 المعالق ديال سنيده، درت فيهم واحد نص كاس ديال اللوز، غير تقلاو عاود وخليته على هذا الشكل هذا. وغادي ندير لي فخوي هنا، بون نديرو الطحين هكا. غادي نجيبو هاد شويه ديال اللوز اللي هنا الوسط، صراحه ما كنعرفش نخدم بيد وحده، نجيبو لهنا الوسط. زوقي بالطريقه اللي بغيتي، هذا الشيء اللي فكرت فيه دابا. صراحه انا مزروبه دابا غير كنخربق، قبلوا على ما وجد. يعني ملي كتكون الوقت وهذا ما كتعطي الخاطر الحاجه وكتزوقي على خاطرك. نتمنى عاوتاني ما نديرش شي غلط في التسجيل. ديما كنحاول ما امكن، ولكن ديما كيوقع لي شي مشكل، اما كنكون شاده النص ديال البلاصه ولا مهم. غنعاود نقول لكم قبلوا على ما وجد. سمحوا لي تعطلت شويه في الفيديو، ولكن زعما كنحاول ما يمكن نقاد هذا الشيء قدامكم. هذا ما كان راه جبدتو هذه شي ساعه وقديت غرض اخر، يعني كان عندي ما يتقدا اخر وجدت ليه باش غادي نهدأ غير بشويه. هاني سير مونطي فيه، ولكن مازال شاد راسو، يعني مازال قاصح شويه. هذا ما كيعنيش قاصح ما كيدوبش، هي راه متلج حجره، لا كريمو. صافي انا غنكتفي غير بهذا الشيء هذا، الله يخلف. يا نتوما تزيدوا اللي بغيتوا. دابا غنقسمو قدامكم، you
الشوكولا انا غنقسمها قدامكم. كومونس بار لا. بسم الله. كيهبط فيها الموس بسهوله واخا مازال يعني مازال متلجه، ولكن كيهبط فيها الموس بسهوله. بسم الله. فوالا كتجي على هاد الشكل، طاحت منها هادي كتجي على هاد الشكل فوالا. هنا جا داك اوريون اللي درنا في الوسط. هذا ما كان، نتمنى تعجبكم وتجربوها بالصحة والراحة، ونتمنى تشجعوني باللايك ديالكم وتعطيوني الرأي ديالكم. شكرا بزاف، بالصحة والراحة. كنت كنفكر في حاجة أخرى.